قدمت وعفوة كاع المقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ضمي قدمت لأحري ما في رحمتك سلام لمثوى كامل محرمي يموت يزيد ويحيى الشهيد يموت يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. البداية نعزي الإمام صاحب الزمان والأمة والمراجع العظام بقدوم شهر المحرم الحرام، شهر الذي فيه استشهد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأصحابه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاستعداداتنا، الهيئة مالتنا نبدي بها بهالشباب الطيبة، نسوي المنبر، نكمل التكية، نهيئ نفسنا، نخلي لالات هسه التكية لالات ما بيها، يعني بداية محرم ما جاي، نكمل اللالات ونخدم زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. احنا موكب هيئة خدمة الحسين طرف المخيم، نبدي من عندنا نبدي نحضر موكبنا والهيئة وترتيب الموكب، والأخوان الآن خدمة الإمام الحسين يشتغلون بالموكب، دق السوادات والمحجر، وهنا عندنا القدورة وكذا، لأن احنا بالنسبة ان موكبنا يبدي تقديم الطعام لخدمة وزوار أبي عبد الله الحسين من يوم 1 محرم الحرام إلى يوم 13 محرم غداء وعشاء. تقول شباب هيئة خدمة أهل البيت عليهم السلام قبل محرم وبعد عيد الغدير الأغر بنصب هذه التكية المباركة التي هي دليل على الحب والولاء لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وعدت هذه التكايا من التراث لأهالي كربلاء يعني حصرا. وهذه التكية المباركة التي ترونها من هذه اللالات وهذه الإنارة، البعض يسأل يقول لما هذه التكيات؟ الحسين سلام الله عليه أتى إلى كربلاء وهي أيام حزن، لماذا هذه الإنارة وهذه التكيات الملونة؟ من خلال الأمور المتعارف عليها بأن كل لالة من هذه اللالات هي ترمز إلى شخصية من شخصيات أنصار الإمام الحسين وأهل بيته الكرام عليهم السلام. عندما دخلوا إلى كربلاء تنورت بوجودهم الطاهر وتنورت بأنوارهم العطرة وأرواحهم، لذلك هذه التكيات تبقى على طيلة 9 أيام من محرم الحرام إلى أن يصل إلى يوم التاسوعاء. ففي يوم 10 من المحرم تطفأ هذه التكيات، أي بمعنى طفئت وأقامت قيامة آل محمد صلى الله عليه وآله، حيث النفوس الزواكية الطواهر التي أقيمت بدمائها الإسلام. هذه الدماء الذي بذلها الإمام الحسين عليه السلام دماء بقيت شاخصة إلى يوم القيامة. احنا بالنسبة للخدمات، الخدمات اللي عندنا نوزع الماء، الطعام، الريوب مثلا، اللي نقوم بخدمة الزوار. هذا بالنسبة لنا احنا موكبنا يبدي اعداد طعام وتوزيع مأدبة غداء يوميا من يوم 1 محرم الحرام، هي ذبح الذبائح، نحر الذبائح والخرفان، وطبخ بمعنى اكو دارجة الاكل تم نقيمه في كربلاء، وليلا نذبح ذبائح وكذا، نقدم الطعام هم تمن وقيمه وهم كباب وقضايا قصب شغلات لزوار أبي عبد الله الحسين، وهي كلها بركة لسيد الشهداء سلام الله عليه. والأغلب يعني الأعم الأغلب هو الرز والأمور هاي، يعني هاي من باب المطبخ. أنا ما أي نعم، كل شيء بركة للإمام الحسين. هذا الماء تقول عليه السلام عليك يا أبا عبد الله فهو شفاء لك. وكبنا مهيئين أماكن هنا مقابل موكبنا نقدم خدمة يعني الزوار إذا أجوا ما أكلوا منام، وحاضرين كل زائر إحنا. فإحنا حاطين شادر نستقبل الزوار، هسه إحنا اللي جاي مثلاً مشي وتعبان نؤوي يمنا ونقوم له بالواجب. شعور كل إنسان شريف شيعي يقتدي بإمام الحسين سيد أبي الشهداء أبي الأحرار. بالنسبة لنا إحنا أهل كربلاء يعني معروفين إن شاء الله بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين
وتقديم أحسن ما ممكن للزائر اللي يجي من خارج محافظات ومن خارج الدول للعراق. قدمت وعفوك على مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ضمي، قدمت لأحري ما في رحبتك سلام لمثواك من محرمي.